Afra, welcome. Thank you. I'm so happy you're here. I'm so excited I'm here. Of course, I told you to join me over a coffee, but I'm not going to serve you the coffee. How about you prepare your own coffee with our barista? I do not know how to make coffee. So we're going to help you. We're going to help you. Ziza, you're going to help her, right? Okay, Afra, welcome to our premium coffee. That's a ritual. So good. Oh my God. Okay. All right. Look at you. Look at you. My husband will be proud. Yes. That was you by did me. It. See? Thank you. You're welcome. Let's drink it together. Your coffee is amazing. Thank you. I knew that. It's good to have Thank you with you us. Thank you so much. Thank you, Zizu. Thank you so much. That was amazing. Let's go and have our seat and our coffee. Thank you. Afra. Yes. Do you remember the first time we met? I can't remember which project, but I remember that it was a casting. Exactly. It was a casting and it was in your older office. Yeah. I came and this is the first time I met you. I was a little intimidated because as usual, every person as an actress goes there. We don't know who we're meeting. We don't know who's the person, but I was so impressed by you. Wallah. I was. Wallah. لأنه I didn't expect that I'll meet someone who's so friendly and easy to deal with. انت حتى قلتي لي تعالي قاعدي عندي في المكتب بعد ما خلصنا الكاست ابدا ما اتذكر ابدا ما اتذكر الحوار ما اتذكر اي شيء حتى تعرفين انه ايش قد انت اثرتي فيني اوكي بدليل انه انا ما انسى هالموقف بعد after we finished the casting قلتي لي تعالي ادخل المكتب عندي Okay. قعدت عندك قدام. You were talking to me passionately about one of the projects that you're wanting to do, which is بنات الظبي. بنات الظبي. بنات الظبي. صح. Exactly. أنا I'm very passionate about بنات الظبي. تبين أخبرك كيف؟ Yeah, please let me know. كيف I got the idea? طبعاً نحنا دائماً when we watch TV, when we watch series, we do not connect. مع the series الإماراتية That's so much true. لأن ما أعرف هو وين المشكلة في الكتابة أو في الـ أو في الـ في الفهم فهم المجتمع الإماراتي ككل فالمسلسلات التاريخية أو القديمة اللي set up مالها في التسعينات الثمانينات يعني اللي شوية تخاطب الجيل الأكبر اللي يعني هي شوية كوميدية وكذي هذه مضبوطة بس اللي تصير مثلاً درامية أو تحاكي الشباب هذه أنا ما تحاكيني فأشوف أقول ليش نحن نتابع المسلسلات الأجنبية ليش نحن we binge watch هذه المسلسلات لأنها أقرب الشخصيات أقرب لنا من الشخصيات اللي تكون مصنوعة في المسلسلات العربية بالنسبة لي المسلسلات الخليجية أنا أتكلم مش العربية فقعدت أفكر أقول إحنا عنا قصص إحنا عنا قصص خفيفة عنا قصص لطيفة فيتني الفكرة أنا دايماً أقعد كنت مع جماعة مقربة حقي في خيمة في حوشهم زين ودايماً نتكلم يعني طبعاً ونحن في الخيمة نحن ما حد جنبنا فدايماً ناخذ راحتنا في الكلام يعني سواء كان مثلاً موضوع سري، موضوع محرج، موضوع كوميدي، مواقف فقلت هذه حلوة أي إنسان يدخل هذا المكان يقول هذا المجتمع الإماراتي هذه البنات الإماراتيات
حالنا حال أي مجتمع آخر. المشكلة الوحيدة أن ما حد يعرف يوصلنا. أوكي. يعني إذا أنت ما تعرف شخص مقرب لك إماراتي، أنت ما تعرف المجتمع الإماراتي كيف. يمكن مثلاً أنت قلتي أنت you were intimidated by me. بس نحنا كمجتمع إماراتي سهل الكلام معه. صح. بسيط. فيتني الفكرة، رحت كنت أداوم في جهة حكومية يصنعون محتوى، فرحت وقعدت في المكتب وكلمت واحد الله يرحمه اسمه إياد قاسم. وقلت له أنا عندي فكرة، الفكرة تحاكي بنات، والبنات هذيلا يقعدون في خيمة وكذا كذا كذا. قال لي وهذيلا البنات لازم يسوون حق عمرهم عهد أنهم لازم يتزوجون آخر السنة. فأنا أتذكر كلمته. فقلت صح، إحنا كمجتمع محافظ دائما عندنا كلمة الأم اللي هي يوم بتتزوجين سوي، يوم بتتزوجين سوي. فصار عندنا يعني مثل هدف الزواج. ويوم تكونين قريب الثلاثين تقولين ما تزوجت. صحيح. ما تزوجت. صحيح. فتخافين هل أخذ قرار ما أخذ قرار، أتزوج ما أتزوج. إنزين إذا إحنا أن البنت لازم تتزوج في سن 30، كيف تتزوج إذا ما ياها الريال، كيف تحصل نصيبها؟ صح. فكل هذه الأسئلة خلتني أقول خلني أسوي هذا هاي الفكرة وأمشي فيها. فشو صرت أسوي؟ أزقر ناس بنات، يعني بنات يعرفون بنات يعرفون بنات، إيوني يقولوا لي قصصهم أسرارهم. أنا ما أعرف أسامي البنات، وأكتب 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 وأكتب. كانت عندي مثل يعني بوست كاردز هذه اللزق، وأحط مثلا قصة كذا قصة كذا قصة كذا، صارت لها خطوبة كذا. فشفت القصص لها ستيريوتايب معين، في مثلا البنت اللي تحاول عن طريق دراستها تتزوج، في البنت اللي عن طريق البزنس مالها تحاول تتزوج، وفي اللي قاعدة في بيتها تنتظر نصيبها. فصقلت الشخصيات على أساس البنات اللي أشوفهم من المجتمع نفسه. ودائماً نحن يعني كجروب دائماً يكون عندنا وحدة صديقة مثلاً من بلد من بلاد الشام، فدخلنا هاي الشخصية، بعدين دخلنا وحدة من السعودية، فصارت عندنا يعني شلة متكاملة. القصة يعني الحبكة مالتها وطريقتها وسردها خفيف جدا جدا جدا. حاليا مثل ما تعرفين احنا قاعدين نجهز البايلوت ابيسود، وفي يعني اهتمام من كذا جهة. لحد راح اربط السؤال بموضوع التقاليد هي، بس خليني ارجع شوي لورا. هل كان حلمك من انت صغيرة انك تدخلين هالمجال؟ لا ابدا. وأنا صغيرة ما كان، يعني أنا كنت أتذكر يوم كنا صغار في المدرسة كانوا دائما يقولون أرسم شو تريد تكون يوم تكبر، فأنا دائما كنت أرسم بيطري. زين. بيطري. فلين شوية كبرت، بعدين صار عندي حب القراءة، حب القصص، طبعا كل حد يشوف وايد موفيز. بعدين حسيت أنا أحب يعني أروي، أحب أحكي قصة، أحب أشوف. أيوة أحب أشوف يعني كيف مثلا فلان كيف قصته، شو صار في قصته. أتذكر مرة كنا في ألمانيا وكنا في فندق، والساحة مالت الفندق جاب له الغرف. فكنت أقعد في الليل مع بنات خالتي ونقعد نشوف الغرف وأقولهم هذاك الشخص شو تحسون قصته، شو تحسون مشكلته. فكنا دائما نتخيل، وانا هذا الشيء دائما امارسه. اذا انا قاعده في اي مكان اقعد في كوفي شوب بروحي اشرب قهوه واشوف الداخل والطالع واتخيل شو قصتهم. أعتقد موضوع الخيال هو جزء وايد مهم لاي انسان يدخل في هالمجال، لانه يلعب دور كبير. اكيد اكيد. حتى انت، انا اعرف انت مو بس مخرجه، مو بس عندك شركه انتاج، انت بعد تكتبين. صح. يعني انت I would say like from all multi talented. يا ريتني multi talented. you are تعرفي مثل سبع صنايع والبخت ضايع. لا انت you're such a positive person. What I love about you انه
تدينا من مرات تتناقش يعني حتى لما نكون نشوف بعض بس نتكلم على التليفون انه you give me a suggestion وبعدين اقول لك مرة تعلمت هالشيء منك قلت لك but قلت لي ميرال stop تحطين but ضايقني كلمة but ضايقني exactly don't everything there is a solution for it من يومها تعلمت منك من يومها اسمك صح يعني حتى لما يكون معايا سين لما يقولي بقى أقولهم نوبه لا كان لا 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 تدور العلة أو المشكلة قبل ما تمشي في الموضوع exactly exactly أنا أبي أعرف أكيد أنت من بعد ما دخلتي هالمجال مريتي بتحديات وايد هل لما بديتي قلتي خلاص بدخل هالمجال هل كانوا العائلة supportive من هالناحية بما أن تعرفين التقاليد عندنا التقاليد لا المرأة شوفي. المرأة ما يصير شوفي أنا دخلت أول شيء كلية تقنية قلت حق أمي وأبويا بدرس إعلام قال لي أبويا تدرسين إعلام بس ما تشتغلين في الإعلام طبعاً هاي كل أهل ترى يعني كل طبعاً فأنتي أنتي تدخلين خطوة بخطوة مثل ما قلتي ما قلت لكن ما بيخلوني خليتها على الله يعني دخلت إعلام كان في تو تراكس في الإنتاج ميديا برودكشن وكان في الجرافيكس انزين انا احب الجرافيكس واحب الانتاج شو يناسبني اكثر طبيعي اللي فيه لفه 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 انا ما اقدر اقعد في مكان واحد ما اقدر يعني اقعد على كمبيوتر ما اقدر اضيع فدخلت انتاج مشيت فيه الحمد لله تخرجت قال لي ابويا لا ما بتشتغلين في الميديا قلت اوكي دخلت جامعة أبو ظبي بس كنتي من داخل عندك إيمان إنه أنتي رح في المستقبل حتكوني كنت بقول لك كيف كنت كنت أمشي مع وين الدنيا توديني ماشية مع الدنيا البركة يعني البركة في ناس تقولك أنا حطيت هدف أنا لا والله ما حطيت هدف أوكي أنا وين ما ينفتح لي باب أمشي تاخذين بالاسباب يعني اي انا وين ما ينفتح لي باب امشي دخلت كليه دخلت خلصت انا من كليه التقنيه وابويا ما خلاني اشتغل ومشيت في جامعه ابو ظبي دخلت باتشلر في علاقات العامه قلت يعني اذا ما فادني ما بيضرني على الاقل عندي شيء اسويه خلال يومي في هاي الفتره اللي كنت فيها في جامعه ابو ظبي اللي صار اني بديت افهم نفسي زياده بديت افهم انا شو اريد لاني انا كنت متخرجه عمري 20 سنه اللي في عمري صغيرة لما خرجتي من الجامعة هي ليش متى دخلتي الجامعة 16 وخلصت 20 فبعدي صغيرة على اني انا اعرف شو اريد لاني انا كنت يعني في ناس تعرف شو تريد انا قلت لك انا في الضياع كنت ايوه حلو حلو الضياع حلو فدخلت في جامعة ابو ظبي بديت يعني اشوف نفسي مثلا مادة الفيلم برودكشن انا شاطرة فيها احبها ميديا لو أفهمها نكتب يعني علامتي زينة فبديت ألاحظ أن أنا يعني أشطر في الأشياء اللي فيها تخص الموشن بيكتشر أكثر من الأشياء المكتوبة يعني مثل كوميونيكيشنز مش قصص الكوميونيكيشن بارت فسبحان الله جتني الفرصة تدريب عملي طبعا في هاي الفتره كلها انا كنت كل صيف اتدرب في شيء كل شتاء اتدرب في مكان يعني سويت تدريب عملي ليوم التدريب يمكن 7 مرات سويت يعني ما ريحتي نفسك لا يعني انا اعتبره كنت تسليه اوكي عرفتي انه يعني بروح اجرب المكان الفلاني يمكن احب هالشغل يمكن احب هالشغل فمع التجربه طبعا انت يوم تتدربين انت غير مدفوعه ثمن فيعني تتعلمين براحتك طبيعي تتعلمين ما تتعلمين كيفك فمشيت يعني تدريب عملي في 2454 اوكي هذا والوالد يقول لك بعد ما تدخلين يعني تدرسين أيوة. كان يقترح لي اماكن ثانيه حق اشتغل فيها بس مش في الاعلام فالمهم جتني الفرصه ودخلت ولفيت في 24 سويت كومز بعدين ماركتينج بعدين كرييتيف لاب يعني مشينا واشتغلت شوي في الاستوديو كان تدريب عملي بعدين كانت عندي الفرصه اني اشتغل عندهم فخلاص الأهل يعني بدأوا يشوفون إن الشغل عادي وصار من 2006 ل 2010
في فرق في الفكر. سبحان الله. صح، صار في تقبل. صح، عرفتي. فدخلت اشتغلت كم من سنه، وبعدين كان في مجال ان نفتح شركات، ما نفتح شركات انتاج وهذا، وكانوا عندي يعني مجموعه اصدقاء يريدون يفتحون شركه انتاج، فدخلت معهم. اوكي، انت ما كان ببالك تفتحين شركه؟ لا ابد. ها؟ كنت اريد افتح مكان مال كرك. احسن شيء. انا راح اريد كرك مع براتا، هذا كان حلمي. ممتاز. بس بعدها بس راح؟ لا راح. تعبت. ففتحت شركه مع الجماعه، وهم حصلوا وظايف وطلعوا، وانا تميت مثل الام اللي عندها ولد ما تعرف شو تسوي فيه. اوه، يعني هم قالوا لي يلا تعالي نفتح شركه، وخلوها. طبعا كلنا تحمسنا اول شيء، كل الواحد يكون متحمس في بدايته. بعدين يعني ما اخذنا شغل وما اعرف شو حصلوا وظايف، وهم طبعا يعني يريدون شغل كانوا ثابت، يفضلون الشغل فينا الثابت. سبحان الله، عندها رغبه اكثر في العمل الثابت. كلنا صراحه، حتى انا كنت افضل الشغل الثابت. في هذاك الوقت انا كنت مبدله من شغل لشغل، كنت اشتغل يعني شغله حكوميه حلوه، وكنت احب شغلي، يعني كنت اشتغل في الادفرتايزنج في هذاك الوقت. بعدين سبحان الله، شغل مني شغل مني، بديت اشتغل يعني الشركه بدات تشتغل، ارت دايركتور، ما ادري شو، اطلع شويه انتاج هني شويه انتاج هني في الويكندز. بعدين صار عندي زحمه شغل، يعني بين دوامي وبين شغل الشركه صار زحمه. وكان في نفس الوقت كنت جايبه مشروعين حق الشركه، برامج حلو محتاجه احد يتفرغ لها. وكنت مكلمه برودوسر حق برنامج من البرامج، وسبحان الله شيء صار ما اعرف شو، هاي البرودوسر اضطرت تسافر. اوكي. وانا في هذاك الوقت كنت خلاص حاسه ان قلبي مايل لشغل الشركه اكثر من الدوام، يعني تركيزي صاير في الشركه. انا دوامي احبه، بس يعني تركيز عندي مال لهذاك المكان لانه شغلي. وكنت توني ابني، عرفتي. هذا عشقك. اكتشفت بعدين. هي اوكي. المهم فرحت كلمت مديرتي، قلت لها كذا كذا كذا، وانا بادي يعني احس اني انا مايله هناك، ف خلاص بستقيل وبمشي. وطبعا على علاقه طيبه معهم كلهم اللي كنت اشتغل معاهم. المهم، وكملت برامج، اشتغلت برامج اول يعني كم سنة، كانت ضغط برامج، اشتغل مع بينونة، اشتغلت برنامج مع قناة ماجد، والحين اخر مشروع كان مع قناة الامارات. يعني انا احب بعد البرامج الدوكيو ستايل هالاشياء. لا، هذا برامج هادفة اكثر ولا هي يعني احب الهادفة، احب اشتغل مع اطفال. احب اشتغل بالثقافة، يعني مثلا الاشياء الكالتشرال شيء احب مور ادكيشنال يعني محتوى، أحب محتوى. أيوة. أوكي. وبس، وهاي قصتي مع الشركة يعني. فإذا بتقولي لي هل كان هدفي من البداية؟ لا، ما كان. لا، هدفي ما كان من البداية. كان خطوة بخطوة. يعني أنا أمشي بخطوة وأشوف وين الدنيا تأخذني. عرفتي؟ سبحان الله، في ناس تمشي معاهم. يعني يتوفقون بهالطريقة. شوفي، مرات تحطين هدف وتكونين وايد مركزة على الهدف، والفرص اللي حوالينك ما تشوفينها. فهاي مشكلة مع أنك أنت تحط هدف. بالنسبة لي، في ناس تقولك لا حط هدف. أنا بالنسبة لي، أنا أريد أنجز هذا العمل، أريد أوصل إلى هذه المرحلة. ولكن في مرات تنفتح لك أبواب إذا أنت وايد مركزة هنا ما تشوفين هنا. صحيح. فأنا دائما أقول أوكي، هذه أهدافي، بس وين ما تأخذني الدنيا تأخذني. إذا اليوم يعني مثلا شغل في مكان، وظيفة في مكان ما، وكانت تبني يعني مهاراتي، أنا بأخذها. عرفتي؟ ما بقول لا، أنا عندي الشركة الحمد لله ستيبل، يعني وصلت إلى مرحلة النضج، صارت تشتغل بروحها. ولكن أنا محتاجة يعني I upskill myself. كل مرة الإنسان يحتاج يجدد. ليش؟ أنت ما تقدر توقف في مكان واحد. صح. عرفتي؟ بيجي الأصغر منك وبيصير بنفس. صح. وبيصير بنفس السكيل مالك وبيتعداك. صحيح. فعشان كذي اذا تشتاقين مرات لانه شوفي مجالنا احنا في وايد تحديات وصعوبات. تعب طبعا، واكيد انت مريتي في هالمراحل وايد. ما تشتاقين الوظيفه؟
أشتاق للوظيفة، أشتاق للستابلتي، وأشتاق للجنون، عرفتي؟ الحين حاليا طبعا أنا صرت أم، فالجنون مش قادرة أسويه. ما أقدر أروح، ما أقدر أطلع إنتاج مثلا أوفر نايت. أنا كنت أحب أشتغل مع البوليوود، فنشتغل أوفر نايت من الغروب للشروق، هذا كان يمتعني. عرفتي هدوء الدنيا كلها وأنت قاعد تشتغل، كان يعني في متعة غير. تفجيرات الأكشن وايد عندهم، الأكشن والتفجيرات والكرو 200 شخص وأكشن وكارت، يعني في قلبي يعني إكسايتمنت. هل كنت تحسين لما كنت تسوين، لما دخلتي في العالم، دخلتي مثلا هوليوود، هذا معناته شيء كبير، مو يعني بروجكت يعتبر مو بصغير؟ لا الحمد لله، الحمد لله المشاريع اللي دخلت في مشاريع كبيره. هل حسيتي لما كنت داخل كأنثى داخله مجال الافلام، ومو دا نقول كممثله، لا كبيهايند ذا كاميرا، لان احنا دا نشوف وايد قليل في نساء داخلين في هالمجال خصوصا. صحيح. الكروب. صحيح. وانا دائما افكر اقول ليش، كنت افكر نفس الشيء، وكنت افكر ان هذا شيء عنا نحن كعرب. بس حاليا قاعده اسوي كورس في NYU عن التاريخ مال صناعه الافلام وكيف بدات الافلام، لانه حلو الواحد يثقف نفسه في الاساس لازم. فمريت على معلومة وايد يعني غريبة كانت بالنسبة لي. يوم هوليوود بدأت تطلع الانفسترز من وول ستريت، شرطة، وإنهم if they invest ما يكون في بنات مخرجات في هذاك الوقت. فهني بدأت ثقافة إن البنت مش مخرجة. أيوة هني بدأت معلومة، هني بدأت ثقافة إن البنت ما تكون مخرجة أو أي انترتينر. أوكي. بس كممثلة. كممثلة. performer. أيوة. ميك اب ما أعرف شو. أيوة. بس مش في الدايركشن. أوكي. فهذا كان قرار من وول ستريت. ما أعرف صحته بس هذا اللي أنا تعلمته توني يعني الأسبوع اللي طاف. فقلت أوكي يعني المشكلة مش فينا نحن كعرب، المشكلة في العالم. أوكي. يعني سواء كان في الهند ولا في إيران ولا في. في مصر، هوليوود، في مصر، يعني كل مكان. كل مكان هاي المشكلة يعني سائدة. أنا اللي واجهتها شخصيا يوم بديت طلعت يعني وبديت أشتغل كانت أموري كلها طيبة. أوكي. اليوم اللي تزوجت فيه، خلينا نجي على موضوع الزواج، هل كان عائق؟ هل قبل الزواج، خليني نرجع، هل كنتي تفكرين، ذكري مرة لما سألتيني سؤال قلتي على موضوع الزواج، قلت انا مرات ممكن اخاف اتزوج حد يوقفني عن احلامي، قلتي لي معلومه بعد طخت براسي. شوفي اقول لك اشياء ما اتذكرها، انا اتذكر عشان تعرفي قد اثرت فيني. قلتي لي منال لا تاخذين حد ما يكون سبورتيف للي انت تسوينه. صح صحيح. ليش انا ما فكرت؟ شفتي الايجابيه؟ شفتي الايجابيه؟ الحمد لله ما كنت يعني انا ما توقعت اني اكون اثرت فيك. جاي عندك في البيت بنشرب قهوه كنا نتكلم عن هالموضوع. على طاري السبورت مثلا، انا انسانه زوجي جدا سبورتيف، يدعمني بكل اللي اريده يعني. بس قبل الزواج هل كنتي خايفه، عندك تخوف من هالموضوع؟ عشان هذا اللي قلته شوفي، هذا اللي قلته في يعني يوم يعني صار موضوع الخطوبه وكذا، هذا الكلام اللي قلته يعني قلت لهم انا انسانه اشتغل واحب شغلي. وهذا الشغل it is what makes me me. I'm not me without my work ابدا. يعني يمكن اصير يعني شويه انجري ولا حزينه ولا ما اعرف، يعني انا خلص وصلت في مرحله هذا هاي يعني عفره توستر عفره يعني. واتوقع اغلب الناس مسيبيني في تليفوناتهم عفره توستر. فهو قال لي ابدا ما في مشكله، عندك شغل سفر، عندك ما اعرف شو. بعد الزواج زوجي ما شاء الله يعني قلت لك سبورتيف 100%، بس اللي صار ان الناس واصحاب اللي يعطون شغل، يعني اذا كان رجل اللي قاعد يعطيني شغل، ان انا وقفت شغل، عرفتي؟ هي تزوجت صارت ما تشتغل، هي تزوجت صارت ما تشتغل في الانتاج. فهاي هي القصه. اوكي انزين كملت سنتين انا اقنع الناس يا جماعه انا موجوده، يا جماعه انا موجوده، يا جماعه انا موجوده، احط في الانستغرام عندي اكسبيرينس، عندي كذا، لا احط في كواليسي، احط ما اعرف شو، يا جماعه انا موجوده. يقول لي مثلا واحد مثلا مدير في مكان، والله عفره احنا قلنا بعد ما تزوجتي خلاص،
احنا قلنا زين انا ما قلت خاطئ. انا ما قلت وانا ما يعني ما اختفيت في مس كونسبشن على الموضوع هي. انا حتى ما اختفيت انا يعني حتى في الهونيمون كنت اشتغل تليفونات ايميلات ما اعرف شو ما اعرف شو انتاج مني الشباب من رايحين انتاج مني وانا اتشيك واتابع وراهم يعني ما وقفت شغل زين صار وقت البيبي بعد الولادة رجعنا على نفس القصة بس كنتي وقت الحمل كنتي تشتغلين عادي كنت أشتغل ولا كان خايفين كنت أشتغل اشتغلت إنتاج مشروعين يعني على تقريبا آخر الحمل قبل كورونا وبعدين طبعا يانا يعني كورونا والكل وقف الكل خاف شغل يعني ما مش بس أنا فبعد الولادة رجعت على موضوع يا جماعة أنا موجودة أنا ما وقفت شغل والله قلنا يا عفرة جبتي البيبي ووقفتي فهم يعني حرام ما يريدون الشخص يتعب فعندهم الأسامشن لا خلاص كلموا مخرج ثاني أوه عرفتي أوكي فهاي هي القصة يعني باختصار أنا I saw في I was impressed about one of the things شفتها على موضوع it was a female DOP كانت حامل في وتشوفيها ماسك الكاميرا ماسك الكاميرا وتركض وهي حامل ما شاء الله بس تجيها اللحظة طبعاً شي ستوبس طبعاً تمسك لها طبيعي بس يعني سلوت الصراحة يعني شوفي نحن صح نشتغل في اندستري يعني شديد وحابين نثبت وجودنا ونعرف ان it's a male dominated industry نقدر نثبت وجودنا لكن ما ننسى ان نحن إنا عرفتي فمثلاً أنا حقي أنا بشيل كاميرا الكاميرا الصغيرة بس ما بشيل سينماتيك كاميرا ما أقدر بنيتنا مش مخلوقة حق التعب الشقة هذا بس في نساء عندهم قدرة إنه يتحمل اللي عنده قدرة يعني very good for them يعطي العافية والله لكن نقدر نخرج نقدر ننتج نقدر نكون art directors نقدر نكون DOPs على كاميرات أصغر طبعاً وجود التكنولوجيا صغر والكاميرات بعد صح احنا يعني صح وايد ساعدت صح ساعدت البنات نقدر ويأدت طبعا عيننا على الأدت جدا جميل ان احنا نشوف التفاصيل صح اوف احنا صح نعرف السكن تون نعرف الميك اب صحيح نعرف الشعر مبهدل ولا لا فالحمد لله احنا عندنا السكيلز يعني باي ديفولت دي ثينك هني في عندنا هني في الامارات كاميرا البنات يكسرون قاعده عن البنات وايد يكسرون القاعدة مش بس بالميديا في كل مجال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عن البنات عندها وظيفة وعندها بزنس وعندها تسوي ما أدري شو وعندها عيال وعندها يعني ما شاء الله ما شاء الله عليهم يعطيهم العافية صح. يعني we feel I think داخليا نحن كومن we feel we have to prove ourselves مليون مرة You're so right. احنا ويعني failure is not an option for girls. اللي تاخذ قرار الشغل هي مش مضطرة تشتغل يعني بس كعرب احنا مش يعني اغلب التقاليد جزء من العادات ان الحرمة من الحرمة لو قررت تقعد في بيتها اهلها يصرفون عليها ولا زوجها يصرف عليها فاللي تاخذ قرار العمل تثبت نفسها يعني بشكل رهيب بشكل رهيب في كل عندها كيانها She's actually building her own life. Whether you're with me, whether في حد supporting me أو لا. يعني أنا أعرف وايد نساء من صديقاتي. من حب تعطي من قلبها. يعني ما شاء الله طريقة كيف يشتغلون. يعني أنا أذكر في واحدة من البنات أعرفهم كانت توها مربية ما في أسبوعين هي كان ما عندها شغالة ما عندها حد يساعدها. بيبي تأخذها تحطها بالسيارة دخل ما شاء الله الحين عمره يمكن 9 years. He's amazing. كان بالسيارة تروح تجي ميتينجز كذا كل حرفين أنا أول ما ولدت طبعاً أنا قعدت 5 أيام في المستشفى قلت شوية كان تعبان فجابولي اللابتوب لأن I had to work أنا في شغلة أنتي تقعدين الفجر أيوة تقوليني أقعد عشان هدوء أيوة بعدين كان عندنا كذا مشروع فكنا we were editing كنت أشيل ولدي معايا نروح الأوفيس أنا حطت له كورنر يركض يعني نروح مثلا 9 الصبح نرجع ثاني يوم مثلا 10-11 الصبح فبس بال24 ساعة 36 ساعة نقعد ولدي معايا في الأوفيس معنات المجتمع وخصوصا في مجالنا أو في أي مجال لما يشوفون مرأة تسوي يعني so dedicated هاي إنسانة تثق فيها
مفروض. She can do the job. المفروض. يعني how much is dedicated. ما we do not want to feel. عشان ما يقولون متشتتة أو مثلاً عشانها حليلها مربي ولا عشانها مثلاً. مفهوم جداً خاطئ هالموضوع. خاطئ. يعني ولا مثلاً مركزة في بيت يعني دائماً نحاول put an extra effort في شغلنا. عشان ما يقول الكلاينت أو الشخص اللي نحن قاعدين نعطيه العمل إن إحنا قصرنا عشان نحن عنا يعني عنا أولويات أخرى. يعني حتى في معاناة موضوع مثلاً إذا في وحدة تبي كوظيفة حتى مو كأنه عندك your own business لأنها حامل ما يأخذونها أو إذا هي متزوجة ما يأخذونها. يخافون من المتزوجة لأنها بتحمل وبتربي وبتأخذ إجازة إجازة ولادة. بل هي المعيل الوحيد. طبعاً بس. قرارات يعني. I think يعني إحنا وصلنا المرحلة والحين حتى في جيلنا بدأ يكسر القاعدة وبدأ يثبت للعالم والمجتمع شوي شوي هو طبعاً مو بشكل عام. هاي مربوطة بعد مع تقبل الحضانات. يعني نحن يوم ما كان عندنا تقبل موضوع الحضانة إن الطفل يروح حضانة كنا لازم نقعد في البيت مع البيبي. صح. الحين صار عندنا أكثر تقبل يعني جيلنا صار أكثر متقبل حياة الحضانة والديكير. فإذا إحنا نتقبل الديكير. معناته نحن نقدر نحط ولدنا ونروح نشتغل ونرجع ما نقصر في شغلنا. صح. إذا نحن نتقبل فكرة الديكير كذا حرمة بيكون عندها بيبي يقدرون يسوون ديكير next to the work. فبيصير أسهل الواحد يروح للشغل. صح. يعني إحنا ما ننكر إن بعد الحرمة أولوية عندها أنا مثلاً إذا جابت بيبي تركز على البيبي وهذا كله بس نقدر نحصل موازنة نقدر نوازن بين شغلنا وبين البيبي. أنت كيف قاعدة توفقين؟ بين حياتك الشخصيه اللي هو خصوصا عندك بيبي الحين وبين شغلك تصدقين يعني ما بتصدقيني لو قلت في مشروع من زمان اريد اسوي اكتب كتابه بعد ما ربيت وقعدت في البيت واضطريت اقعد في البيت صار عندي مساحه حق الكتابه معقول اي والله خلصت كتبت فيتشر فيلم كامل 91 صفحه مستحيل والله وانت قاعده في البيت وانا قاعده في البيت من زمان عندي الفكرة وأنا دائما إذا عندي فكرة أقعد مع حد ويكتب. أنا تعرفين الكتابة يبالها مزاج طبعا. خلصت 91 pages الحين لأن الفيلم طبعا يباله ميزانية ضخمة ويباله كرو ضخم فالحين مع كوفيد مش وقته فقلنا بنسوي نفس القصة مالت الفيلم نوفل فالحين أنا قاعدة I'm turning it into a novel. No way. هي فالحمد لله قعدتي في البيت فادتني. واو. Wow. فادتني. تعرفين أن اللي الكرييتر مالت Grey's Anatomy كان أكثر وقت اشتغلت فيه بطريقة يعني هي جميلة هي كانت تقول هالشيء طبعا أنا ما أعرفها شخصيا بس هي كانت تقول هالشيء في workshop أن كانت في maternity leave. أوكي. وهذا الوقت كان وايد عطنها مساحة للكتابة. يوم قالت هذا الشيء أنا كنت أشوف الworkshop مالها وأنا حامل. فقلت أوكي. It will give me time. I'm not missing out. عرفتي؟ You create your own time. Yes. No matter what. No matter who. You create your own work. وصلت لمرحلة I think. أنه لازم أنا أخلق فرص لنفسي. فشو سويتي؟ أنا دحتي عن يعني أنت حولتي حلقة علي إحنا نأخذ نشرب كوفي ونسولف. الحين أنا قاعد أشتغل على محتوى مفيد أكثر من ناحية برامج تدعمني كميرال كشخصية كالممثلة وأيضا أشوف ممكن احتمال عندي تالنت آخر اللي هو تقديم البرنامج وفعلا شايفة نفسي بعد هذا الشيء أنا حبت إنه يعني إني أخلق محتوى مفيد محتوى مختلف غير عن اللي نشوفه دائما لأنه وإحنا السوشيال ميديا هو جزء مهم الحين في حياتنا هذا شيء مهم جدا بالنسبة كممثل أيضا فلازم تخلقين لنفسك فرصة علشان تثبتين إنه احنا مو بس ممكن ممثله بس عندي قدرات اخرى ممكن انا اقدمها للمجتمع فاحنا لان كاندستري وير فلويد نحن مش يعني
الاندستري عندنا بعدها صغير، بعدها بيبي بالضبط. فنحن نقدر يعني هذا حلو. في بلدان ثانية طبعا هاي فرصة طبعا، إذا في بلد ثانية يمكن أنت مثلا مقدمة، خلاص مقدمة هني الله عطاك مكان وفرصة أنك أنت تجربين. صح، شفتي كيف أقولك؟ شوفي وين الباب يفتح. حلو أن الإنسان يجرب، وحلو أن الإنسان بعد يمكن يجرب ويفشل. هاي جزء من الحياة. صح، جربت ما مشي. جربت صح. ومو عيب الواحد يفشل. لا طبعا، انا قبل كنت وايد يعني احس خايفه، يعني اخاف من الفشل، فما تجربين من الاساس فتفشلين من الاساس. بالضبط. وبعدين حولت طبعا، غيرت تفكيري يعني لا ما ينفع، لاني اكتشفت انه انا محلك سر، ما تحركت، ما 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 تقدمت. ادخل دائما في موضوع انه اصير very negative، فبالتالي اقول لا انا ما يصير اسوي شيء مع نفسي، لانه يعني بالاخير احنا في مجال اخترته هو صعب، فإذا أنا اخترته وصعوبته فيها متعة، فيها لذة روعة. يعني أنا يعني to be honest لما أكون on set إن شاء الله تشغليني 18 ساعة، بس طبعا مش لازم يعني مش لازم مش standard بشغل بنات الضري بشغل 18 ساعة، الباقي بيرتاح أنت بتقعدي. شفتي عندي يعني لما يقولون cut خلاص it's a wrap أزعل. في متعة، عشقي عشق عندي هذا. صح، مثل الحفلة حق الناس العاديين، مثل كانت رايحه حفله حق ناس ثانيه. صح صح. انا اعتقد الواحد لما يكون مش بس شغف، اما عشق للشيء اللي هو يسويه، تبدعين فيه وتطلع الافكار، اكيد تطلع الابداعات، ويصير في فشل ويصير في واحد احباطات. بس اذا يوم تحبطين شو تسوين في البيت؟ يعني اذا يعني اشرحي لي. انا اسالك انت، كنت ناوي اسالك سؤال. سبحان الله انا سالتك. عادي بجاوبك انا بعد، بس انت اول جاوبيني. انت يوم تكوني محبطه في البيت شو تسوين؟ يعني مثلا مشروع وفشل. شوفي، قبل كنت يعني دراما مع نفسي، بصيح وعصب. الحين وين تطلعين العصبيه؟ لا ما خلص، تعلمت نفسي انه انا قاعده اذي نفسي، ما قاعده اذي حد ثاني. أنا قاعد أتأثر صحياً، قاعد أتأثر نفسياً، واللي معاي في البيت عايشين بيتأثرون مني. يعني هو شو ذنبهم؟ إحباط. صح، شو ذنبهم؟ بس مثلاً بلحظتها أكيد تزعلين، أنت إنسانة. بس دائماً صارت عندي قاعدة، أول ما قاعد الصبح وأشوف الشمس يوم جديد أقول يوم جديد، أمل جديد، بحاول بجرب، ليش لا؟ ولاحظت أنه كل ما أحاول الأمور تفتح معي أكثر. لما لاحظت أني أعزل نفسي تنسد الأبواب أكثر ويصير أكثر. أكيد. أنتي خبريني شلون؟ أنا إذا مشروع ما أخذته من الأساس ما يحبطني. أوكي. كيف قدرتي؟ وصلت يعني مرحلة أقول مثل ما أنا أتعب ويوم أخذ مشروع أفرح، وأعرف أن هذا المشروع مش بيفيدني أنا، بيفيد وايد ناس معايا. أقول يمكن الله كتبه حق غيري، عشان غيري محتاج المشروع اليوم، محتاج. يمكن في حد عنده أجار بيت لازم يدفعه، يمكن عندهم أقساط مدارس، فأقول ربي كتب هالمشروع حق فلان، لأن دائما نعرف من أخذ المشروع. ربي كتب هالمشروع حق فلان لأنه هو في حاجته. فيوم بديت أفكر بهالطريقة، أنا مش الوحيدة اللي أحتاج مشروع، عرفتي؟ في غيري وايد يحتاجون، وفي وايد شركات محتاجة شغل، وايد وايد مخرجين محتاجين يشتغلون. صح. إذا أنا أخذت كل المشاريع اللي أنا قدمت عليها، أنا قدمت تقريبا على يعني وايد مشاريع، زين أنا أخذ 10% من هالمشاريع وسادتني ومرتاحة فيها. 90% من المشاريع ترى غيري قاعد يقدم نفسي. صح. فهو لازم يأخذ جزء من هاي الحصة. صح. صح. ولازم هو يقدر he sustains himself ويكمل شغله، ويقدر يمشي، يعني يقدر يمشي شركته. فيوم يعني لاحظت هالشيء وفكرت فيه، يعني تمعنت في هالشيء، صار ما يزعلني. عطيتي مثل بيس لنفسك على هالموضوع. بالضبط. انه خلص هاي راح نفسك، هاي رزقه. رزقه سبحان الله. سبحان الله. زين، انا حابه قبل ما اختم بشغله دائما انا يعني صرت اعطيها ل for my guest something very simple تذكريني فيها، مع انه انا دائما اتذكرت واعرف انت تتذكريني طبعا. It's a little gift. حبيبتي. From سوالف. Thank you. I think. الله. جميل جميل جميل. شكرا حبيبتي. You're welcome. It was a great pleasure coming here. Me too. Thank you so much. And مثل ما قلت it means a lot to me. Your support. And I know you always support me. من أول ما تجيت فيك.
والله يديم النعمة الصداقة هاي الحلوة بيننا. And I want to thank you for having me, and I want to thank the team for being patient with me. صراحة ما قصروا. Thank you all. Thank you guys. And thank you for the coffee. And thank you for watching. See you in the next episode.